هون قلت بسلم عليك. بقالي كتير ما اعرفش عنك حاجه من يوم ما اشتغلت مع حبيبه. اهلا. بس انا هون انت اللي ما عم تسال. ظلماني والله زي ما انت شايفه. البار نايت عندي وقت. شايفه عارفه. طب ما تيجي اعزمك على حاجه. تعالي لا ميرسي بقى زهقانه من هالموسيقى. عندك حق. ده انت تلاقيك سمعتي مزيكا للدوجا. عارفه انت حقك تبقى ملحنه. ناصر بدي اقول لك شيء مهم. يعني انت مش معديه بالصدفه ولا حاجه؟ يا كيرن وفي ايه؟ الشيء المهم كان لازم ابع وجه الطيبه واحكي وغير كل شيء حوالي وخلي الكل يذوقوا من المر اللي كان دايما نشربه. عماله بتلف وتدوري بالصبح مش عايزه تقولي حاجه. يا تتكلمي اخش اشوف شغلي. فرج مجدي ودودي هن اللي قتلوا ساره. فرج تعرف ساره منين؟ تعرفي ساره منين يا كلامي؟ عم بقول لك الحقيقه اللي انت ما بتعرفها اللي فرج خطط يلبسها للكل حتى يقنعك بالفيلم اللي ركبوا عليك. جبت الكلام ده منين؟ من فرج من عظمة لسانه. كذاب. ايوه كذاب. واعي من حبك تكوني فاكره ان انا مش فاهمك كويس. ده انت يا بنت متربيه عندي في كباريه. انا عارف السواد اللي جواكي. يا اما زمان حاولت توصلي لي بس ما عرفتيش فشلتي. عشان كده قضيت حياتك كلها مع حبيبه وانت جزه. وفرج رقصك قلت يلا اخبطهم في بعض. صح ولا مش صح؟ ماني بحاجه اعمل هيك. كان فيي ما خبرك. وضلك عايش هيك مثل الأعمى. بس أنا هون موجودة بس لخبرك الحقيقة يلي واضح إنه ما بدك تصدقها. تعرف ليه ناصر؟ شر ناصر وسيخة انتقام. مش أنت قلت عني إني وسخة؟ إذا لحظة واحدة بس بتفكر من وقت الحادث لهلأ شو صار معك بتعرف إنه ماني عم كذب عليك. هو انت لسه مصمم على اللي في دماغك ده هون؟ لا يا فرج مش قفلنا الموضوع ده، انت ليه بتفتحه تاني؟ عشان ما ينفعش يا طيار. وايه اللي ما ينفعش؟ ما ينفعش تبعد فجأة كده. الله. بص يا عم، أنا عندي حل هيعجبك. أسمعه. مش أنت عاوز تبعد علشانها؟ والقلب والحب والحاجات دي؟ مش بالظبط كده يا ابن الهبلة بس يعني اسمعك قول. ماشي. بص انت تقول لها انك انت بعدت وتفضل معانا من وراها والشغل ماشي زي الفل وعسل كده. والله العظيم انت اللي عسل. الله يخليك. انت هبل يا فرج. الموضوع مش كده خالص. الموضوع ان انا عايز انضف. نفسي انضف. طب ما تستحمى. مش بقول لك هبل. يا طيار النظافة بتبقى في القلب والقلب لو اتوسخ ولا لو عملت قرد عمره ما هينضف تاني. غلط يا فرج اخويا. لو اللي انت بتقوله ده صح ما كانش هيبقى في حاجة اسمها توبة. توبة توبة. امشي. اتفرج عليها. ادخل جوه. اهو Thank you.
للموت صوت، وأنا أسمع صوته الآن. الرواية دي ممكن تكون سبب في إنهم يقتلوه أو يخلصوا من أي صداع ممكن يجي من ناحيته. الرواية دي لو طلعت مش هيعرفوا يقربوا له، ولو حصل له حاجة هتبقى دليل ضدهم. صح؟ صح؟ لا مش صح. الرواية دي لو اتنشرت هما ممكن يبعدوا أي شبهة عنهم، ولو ما اتنشرتش وعرفوا بوجودها ساعتها المصيبة هتبقى أكبر. برغم من الوقت ده كله يا حبيبة بحس ان انتي ما فهمتيش الناس دي كويس. انتي جاية تقولي الكلام ده دلوقتي بعد ما حمزة خلص روايته وشايف انها اهم مشروع في حياته؟ قلتلك كنت عايزة اخرجه من الحالة اللي هو فيها، ما كنتش فاهمة ابدا ان الموضوع هيبقى كده. انا مش هينفع اقوله وقف روايته، وحتى لو ما وقفش برضه هيروح فيها. وانتي لو قلتله مش هيسمع كلامك صح؟ صح. احنا بقى نستنى لما نشوف ايه اللي هيحصل وساعتها نفكر. حاجة جوايا كانت بتصرخ وبتقول ان في حاجة غلط. ساعات الدنيا بتمشي اسرع ما انت متخيل، ولما تفتكر ان ده الوقت المناسب تعرف انك اتأخرت قوي. عرفت منين يا فرج ان هو اللي عمل كده؟ بعد ما انت طردته عمل كده، قتل سارة الله يرحمها عشان ينتقم، وراح لسيد اخويا يقول له خبيني. ساعات بتبقى في نار جوات تضطر تستحمل شوية لحد ما تلاقي الوقت المناسب انك تطفيها، لان ساعتها هتحول حياة ناس كتير قوي الجحيم. وصبرك بقى، صبرك ده هيخليك تفكر في نوع الجحيم اللي استهلوه. الو، انا مديلك المسدس بقالي قد ايه يا سيد؟ معلش يا مدام صافي، انت عارفه الحاجات دي بتاخد شويه وقت، وبعدين اصلها مش فارخه يعني. الظاهر انت ما بقتش قد اللي يطلب منك. معلش، قريب قوي هتقولي ان سيد ما اتغيرش. تمام، انا مستنيه اشوفهم. يلا سلام. مستني ايه من واحدة شايفة بيتها بيتخرب قدام عينيها؟ الأول جوزها وبعدين ابنها الوحيد. صدقني ساعات الغلط بيبقى هو أقرب الطرق للوصول. وادي اللي اسمه حمزة ده جاب آخره معانا. ليه؟ يا القرصة الأخيرة ما قصرتش ولا إيه؟ بلغني إن كاتب رواية بيتكلم فيها عننا. رواية إزاي؟ سيبك من الرواية، كده ولا كده مش هتنشر. مشكلة في الصداع اللي هعمله لنا بعد كده. كان الصداع مقدور عليه. ازيك يا مجدي؟ يا مجدي يا سكرة يا وردة بيضة معطرة ومقورة. ايه ده مسحن كده ليه؟ ازيك يا ناصر؟ ايه السلام اللي بلا لهفة ده؟ في ايه؟ مالكم؟ والله اتف عليك وامشي. اسمع يا فرج، الواد حمزه يظهر وحشته سحنتك،
هوريها له. وبعدين ده انا وعده قبل كده، قلت له لو شفت السحنه دي بموتها وموتها كبيره. طب روح بقى فكره باللي انت وعده بيه. يا دي حمزه وسنين حمزه، عايز يموت نفسه بنفسه ده. ماشي عيني اعتبره حصل، بس لا مؤاخذه يا مجدي، انا احب استفسر عشان بس ما يصعبش عليا. عمل ابن السلمى الطويل ده كتب روايه عننا. احترم نفسك يا ناصر، فهمني انت يا مجدي، انا بفهم منك. يبرح امك، ما كنتش بتسمع حواديت ابو فضيله في الراديو وانت صغير؟ انا عمري ما كنت صغير، وبعدين وانا صغير كنت متشرد، عايش طفوله قذره. وبعدين مالك محسسني انك انت مش عارفني كده؟ ما احنا عارفين بعض من واحنا بشورت. مالك محسسني انك ناسي ايام زمان كده؟ هم يبكي وهم يضحك. فاكر ايام زمان؟ فاكر انت يا مجدي؟ فاكر يا فرج؟ فاكر طبعا، كلنا فاكرين. ولما انتوا بقى فاكرين قصروا، الواد كتب قصة عننا. اسمع، الواد كتب قصة عايز يفضحنا. عايز يفضحنا، وفضيحة كبيرة، وكاتب قصة. كلام على ورق يعني. بالظبط، كلام على ورق. ها فرج، هنعمل ايه مع حمزة؟ مش عارف، بس لازم نعمل حاجة، وحاجة حلوة، حلوة قوي. خلاص احنا نقطع الورق او نشخبط عليه ونقطع ايد ام اللي كتب. ما تزعلش نفسك يا ناصر، قصدي يا مجدي. ايوه يا سيد. طيب انا همشي. أنا نسيت أديك هديتك، ولا تعجبك. يا بنت اللذينة، كاميرا. يا فرج، البرنس كان عنده ضيوف ما نفذتش. ماشي، سلام. خلاص، بكره في عيد ميلاد الولا مروان، لا مؤاخذه يا مجدي، هنقرا عليه الفاتحه وربنا يتقبل ان شاء الله. ان شاء الله. طيب خلص بقى كده على مهلك، وبعت لي رساله زي كل مره. يا دوب بقى
انا هجيب هديه لابن اخويا. عارفين اخواتي بيت بيتكم. اخواتي؟ اه طبعا اخواتك. ما اخوات مين؟ هو في ايه؟ في حاجة مش مظبوطة مش كده؟ اه يا مجدي. دي نسخة كاملة من الرواية يا مايا، خليها عندك. مش فاهمة ليش عم تقلقني عليك هلا؟ تقلقيش، كله هيبقى كويس ان شاء الله. بس شكلك ما بيقول هيك. لا انا تعبان شوي. وليش جيب لي النسخه لهوني؟ عشان قدرك ان انت اكتر حد انا بثق فيه. خليها عندك الا لو مش عايزها. بلا هبل، انت خيي خيي المشكلجي. بدي منك تحضر لي ورقه بكل الناس اللي ممكن يكونوا ساعدوا حمزه، حتى لو كان احتمال هالمساعدة ضعيف. في شي معانا متفكر فيه؟ لازم بس ننزل المره الجايه على التفتيش، ما نرجع الا ومعنا الفصل الثالث. ايه شو عملت لي بالتصور اللي قلت لك عنه؟ تصور؟ اي تصور؟ انه حسين الزهار يكون هو اللي قتل حمزه مشان لبس التهمه لناصر ومجدي وبقيه الشله. عفوا حسين الزهار كان بلبنان وقت اللي قتل حمزه. شو؟ هلا عم تقول لي يا زلمه؟ منيح شو بخلفوا نسي انا. حسين الزهار هو الوحيد اللي زمط من الحفله اللي كانوا محضرين له اياها. بدي اعرف كيف ترك البلد ونسي طار بيو. شي تاني؟ يا مازن اسمعني منيح. خلاف مجدي وناصر وحسين اخذ حيز كبير من الروايه. بدي اعرف حمزه كان بس عم يرصد عالم هالناس ولا كان عم يتنبأ باللي رح يصير له؟ نبأ هلا. اوكي بلغني شو رح يجد معك. امرك. ممكن تعزميني على العشاء النهارده في البيت عندك؟ زي امبارح صح؟ استنيني النهارده يا ليلى، ما شفتش وشك. والله انشغلت غصب عني. حتى ممكن بس كده عشان زعلة. خلي اللي شغلك ينفعك. هو سؤال، اجي ولا ما اجيش؟ لا تعالي بس هات معك هدية عشان ما تعملهاش تاني. والله بحبك. طب علي صوتك اكتر عشان بقيت الناس تسمع. صح انا مدير الشركه. مش معقول. طيب ليلى ميعاد بكره مهم جدا لازم نخلصه حياه وموت. فاهم هيعمل ايه يا سيد؟ ولا هنلبس بني؟ كله عارف مع مين وهينفذ فين. عارف يا سيد؟ احلى حاجة في الليلة دي اننا هناخد عيلة الزهار هدر مرة واحدة في نفس وقت وتاريخه. كله يروح لربه مرة واحدة، يروحوا جماعة ساعة واحدة بالثانية كلنا ننفس. واللي هيموت واحدة وخمسة مش هقبل منه الموتة ولا هدفع له حساب أمه. انت ليه يا ابني محسسنا ان احنا اول مرة نطلع طلعة؟ سيد. ها؟ خلي بالك من نفسك يا سيد. تقلقش اوعى تموت يا حمار. مش هلاقي حد اهزق امه. ما تقلقش عليا. يلا بينا. يلا استعنا على الشقة بالله حبيبي. وفقنا يا رب. طبعا قفل تليفونه تلاقيه ولا فاكر. ايه افتكر الجارية ولا واحدة رخيصة؟ ماشي يا عماد.
ماشي. انت رايح الشغل ولا ايه؟ وانا عندي حته غيره؟ النهارده كونجي. اشمعنى؟ عشان في مناسبه سعيده. اللي هي؟ كنت فاكراني هنسى مش كده؟ ايه ده؟ هو النهارده ايه؟ الايام دي بقت بتجري بسرعه. الله، مش تفكرني يا عماد. انت عامله نفسك ناسيه؟ انت قمر لما بتصيعي عشان تعرفي ان انا رومانسي وما استاهلش ضرب الشبشب ولا حاجه. كل سنه وانت طيبه، وهقول لك بحبك اديك ده وبوسك هنا، واقول لك بحبك تاني واديك ده وبوسك هنا، واقول لك بحبك قوي واحلى ايام في حياتي معاكي. لي بلو بو جور دو ما في سيتي توجور جوغ دو فوت امور. احلف ان دي الحقيقه. لو كل الناس قالت الحقيقه، قالت الحقيقه تولع في الدنيا حريقه، قالت الحقيقه هتلوث بيها البيئه، اطفي الحريقه واقفل كل البيبان. في ناس لسه عايشه في الماضي، عايشه في الماضي ومحدش فيهم فاضي، حتى لو فاضي ما هو ممكن يعمل قاضي، انا حتى القاضي عايز الحق يبان. روح عيش لوحدك في الصحاري اللي ما حدش فيها داري، لا فيها دارك ولا داري ولا حتى فيها باكل دان. لو كل الناس عرفت طريق واحدة بريئة، تنقص بيها واحدة غريئة، أو تنجد واحد كان غرقان.